لنا في المدرسة أنه أقصر طريق ما بين نقطتين هو الخط المستقيم. اليابانيين بقى عندهم نظرية تانية بتقول أنه أقصر الطرق هي الإبداع، الخط المبدع. في أوساكا بيعملوا هاي واي، طريق سريع طوله حوالي 240 كيلو متر، طريق جامد يعني. كان في مشكلة أنه في جزء من الطريق ده في وسطه في مبنى كبير جدا، أصحاب المبنى مش عايزين يهدوه ومش عايزين ياخدوا أي مقابل على أساس أن الشركة اللي بتنفذ الطرق وهي شركة خاصة تزيحه يعني. قالك لا، إحنا عايزين المبنى بتاعنا في المكان ده ومحدش له حاجة عندنا. بالتأكيد استنفذوا كل طرق التفاوض والمقاضاة، ولقوا أنه لازم يحصل اتفاق ما بين أصحاب المبنى وما بين اللي بينفذوا الطريق. أصحاب المبنى ما غيروش رأيهم، أصحاب الطريق قالوا خلاص نحل المشكلة. يحلوها إزاي؟ انه يعاد تصميم المبنى ويمر الطريق السريع من داخل المبنى. الصوره دي صوره حقيقيه، الطريق الهاي واي ماشي اهو، وبعد كده الاشارات، وبعد كده يدخل شبه النفق ده، ده جوه العماره، دي العماره اللي اصحابها في اوساكا رفضوا ان هم يغيروا موقعها. الطريق ده مش ارضي، ده طريق علوي، يعني في لقطه هتيجي بعد كده هتشوفوها حضراتكم، هتلاقوا انه مرتفع عن الارض. اللقطه اللي بعدها ايوه دي اوضح. اللي حصل ان هم اتفقوا مع اصحاب العماره انه في ثلاث ادوار، ثلاث طوابق تخلى عشان يبقى يمر بيها الطريق ده. التحدي الحقيقي ما كانش ان هم يبنوا الطريق ازاي، التحدي الحقيقي كان ازاي الطريق يمر من غير ما يعمل اهتزازات وذبذبات او ضوضاء في العماره. وهو ده اللي اخذ الجزء الاكبر من الوقت والمجهود، انما تم تنفيذه. طبعا مش محتاجة يعني أي ذكاء عشان نعرف المبنى ده بعد الطريق سموه إيه؟ سموه برج الطريق أو برج النفق، لأنه بيمر بداخله هذا الطريق الهاي واي السريع. فيش مشكلة ملهاش حل، ومفيش مشكلة تتحل بالقهر، إنما في النهاية في طريقة مبدعة لحل المشاكل. بعد الفاصل هيبقى عندنا مشاكل كتيرة بس مش عارفين هنتعامل معاها بشجاعة ولا لأ.